النسمة الطرية في كلامه تطفئ نار الغضب في القلب. قدرته العلمية في فهم النفس البشرية أعفتها من متاعبها الداخلية وأعادتها سليمة إلى المجتمع خالية من الهواجس والهلاوس. قبل أن يأتي بعلمه المتميز إلينا من الخارج، كنا نوصم المرضى النفسيين بالمجانين، وكنا بننكت عليهم من غير ما نفكر في علاجهم. وقبل أن يطل علينا بخبرته اللي اكتسبها بالعلم والبحث، كنا نتصور الأمراض النفسية شياطين بتركب المصابين بها، ولم يكن أمامنا لإخراجها سوى الزار والبخور والأحجبة. جاء إلينا ليقنعنا بأن الاكتئاب والفصام والوسواس القهري وغيرها من المتاعب النفسية أمراض لها علاج، أمراض زيها زي غيرها من الأمراض العضوية، لا يجوز الخجل منها أو إهانة المصابين بها. هو أستاذ الطب النفسي وأشهر خبراء التشريح السلوكي للمجتمع المصري الدكتور أحمد عكاشة، الذي يحتل صفحة عالية القيمة في دفتر حكايات الوطن. ولد الدكتور أحمد محمود عكاشة في القاهرة عام 35، جمعت عائلته بين العسكرية والثقافة والسياسة فاستفاد منها، وفيما بعد أضاف إليها برياداته في الدراسات النفسية عالية التخصص قيمة للعائلة. ألف 47 كتابا ونشر 342 بحثا ونال جوائز عديدة، ربما كان أهمها جائزة احترام المصريين. هو في صفات كتير، بس اعتقد ان لو لخصتهم في ثلاث صفات مهمين جدا. اولا الانضباط، تحمل المسؤوليه، واتقان العمل. لو جينا بصينا على تحمل المسؤوليه والانضباط، هنبص نلاقي ان دايما الدكتور احمد منضبط في كل شيء. لما يدي مواعيد يبقى في وقت للعمل، في وقت للراحه، في وقت للموسيقى، في وقت للتعامل مع الاخرين، في وقت للاسره. فالانضباط افتكر احد الحاجات اللي بتخلي يومه المجهول قوي يبقى اسهل له ان هو يتعامل معاه. غير الانضباط تحمل المسؤولية، فقدرته ان هو لما ياخد مسؤولية حاجة انه ينفذها لغاية اخرها احد الحاجات اللي بتخليه يبقى ناجح في عمله وفي ادائه. بعد كده حضرتك اتقان العمل، ان اي شيء بيعمله بيكون لازم على قدر الامكان يطلع، مش هقول كامل لان كمال لله وحده طبعا، ان في افضل صورة ممكنة عشان يقدر ان هو يقدمها للناس او للمرضى بتوعه او للطلبة بتوعه او ايا كان. أتذكر أنني عقدت قران ابن ثروة عكاشة عندما كنت قنصولا لمصر في لندن في أوائل السبعينات، ورأيت الدكتور أحمد عكاشة لأول مرة في ذلك الوقت، وكان طبيبا شابا ومعروفا أيضا، حتى أنه عندما أصبح أبو الطب النفسي المصري لا زال الكثيرون يذكرون له نشاطاته الكبيرة التي وصلت به لكي يكون رئيس الجمعية الدولية للطب النفسي. فأحمد عكاشة شخصية لها قيمة كبيرة، سواء في تاريخها الطبي أو في فهمها السياسي أو في رؤيتها للحياة العامة أو في قدرتها على تحليل الأوضاع. دكتور أحمد عكاشة زميلي وإحنا في مدرسة مصر الجديدة الثانوية، زميل التختة، وطبعا علاقتنا استمرت السنين دي كلها. مش عايز أكبره في السن بس عشان إيه
ما يتضايقش، انما حقيقة الكلام ده بيرجع لأكثر من 65 سنة يمكن واحنا في ثانوي على التوجيه يعني. وطول عمره كان له شخصيته، احترامه، كان بيحترم نفسه قوي، ويعني استمرت علاقتنا عائليا بعد كده عن طريق قرايبه. يعني احنا كنا مجموعة، الله يرحمهم بقى كلهم تقريبا توفاهم الله، مستشار محمد شوقي واحمد عادل شوقي واحمد شوقي اللي هم اولاد خالاته، والدكتور احمد طلعت بتاع القلب برضه ابن خالته برضه، فكنت انا عندهم باستمرار يعني. فاحمد ده زميل العمر كله يعني، والله هو كان محترم نفسه قوي يعني. فعلا عجبني في الدكتور احمد انه كان بيحترم نفسه قوي، هو كان شخصيه جذابه جدا ومنطلق يعني اللي في قلبه على لسانه يعني. انا لما قابلت احمد عكاشه قابلته سنه 64 65. طبعا علاقتي بالطب النفسي او بعلم النفس قديم، تبدا من 54، ومن خلال صداقه مع الاستاذ الدكتور سعد جلال اللي هو عالم نفسي جليل، قريت له اول كتاب له وكان اسمه في الصحه العقليه، وتعرفت على الدكتور سعد جلال وهو كان استاذ اخويا، وبقى بينا صداقه. احمد عكاشه يعني لما نبص له حاليا بنلاقيه احد قمم الطب النفسي في العالم، وليكاد يكون هو الطبيب الوحيد في الشرق الاوسط اللي معاه اكثر من شهاده دكتوراه، معاه دكتوراه في امراض بطنه، ومعاه دكتوراه في الطب النفسي، ومعاه ماجستير في الامراض العصبيه. أنا علاقتي بالدكتور عكاشة بدأت زي أي طالب طب في طب عين شمس. إحنا في سنة تانية كنا بندرس مادة اسمها العلم النفس أو السلوكيات، وكان بيخش لنا في أول محاضرة الدكتور عكاشة. إحنا طبعا حضور المحاضرات في كلية الطب مش دايما بيبقى فيه مواظبة عليه، بس محاضرات الدكتور عكاشة كان بيبقوا الناس بالضرب يعني، كان الناس بيبقوا قاعدين ما بين البنشات علشان يسمعوا الدكتور عكاشة، لأنه كان بينقل لنا العلم في صورة بسيطة جدا، واحنا كنا منبهرين بالشخصية. وكان بعد تاني مختلف في كلية الطب يعني، بندرس تشريح، بندرس فيسيولوجي، بندرس حاجات تانية، وبعدين حد بيكلمنا عن الشخصية، حد بيكلمنا عن ازاي الواحد يبقى ناجح، حد بيكلمنا عن قدرات الانسان والذكاء والحاجات دي. فكان الحقيقة في انبهار كلنا في سنة تانية اتعرضنا للحكاية دي. لما طلعنا لمرحلة البكالوريوس بقى الطب النفسي جزء من دراستنا، لكن طبعا انا العلاقه استمرت لما انضميت لقسم الطب النفسي وامراض المخ والاعصاب كنايب. بدات علاقتي بالدكتور عكاشه الحقيقه كان كنت يعني منبهر بالشخصيه جدا، والدكتور عكاشه حس ان انا عندي الاهتمام والحب بالفرع، فاحتضني من الاول واشتغلت معاه في الشغل الخاص من صغري يعني. وقت حتى ما كنت بشتغل في الجامعه تعلمت كتير قد شغلي في الجامعه من شغلي في الخاص مع دكتور عكاشة، والحقيقة وما كانش بيبخل علينا هنا أو هنا من نصيحة والتربية وكل الحاجات دي. كنا مع بعض في المدرسة، كنا مع بعض في نادي هيليوبوليس واحنا صغيرين، فكانت علاقتنا كعلاقة زملاء، وعلى أيامنا كان الزمالة هي فيها كل الصداقة وكل الإخلاص وكل الحب يعني، تختلف تماما عن النهاردة مع الأسف الشديد. مدرسة مصر الجديدة كان معانا حسين سالم، وكان معانا نبيل العربي، وكان معانا لا كان معانا ناس كتير، وكان معانا سعد الفرارجي اللي بقى في الخارجية ماسك الناحية الاقتصادية وراجل بقى مهم. المدرسة كانت فيها كلها شباب، ما نعرفش ده ابن غني أو ابن فقير، ما نعرفش ده ابن متوسط ولا لأ، كلنا بنروح المدرسة، كلنا بنذاكر، كلنا بنصاحب بعض. كان معانا ابن وزيرين وفديين،
صبري ابو علم، ابن صبري ابو علم وابن وزير الزراعه كان غنام، سليمان غنام، كل ده كنا مع بعض، ما فيش اي احساس ان ده افضل من ده او ده ارقى من ده او ده مدرسين هيجاملوه عشان ابوه. على ايامنا كان دروس خصوصيه ده عيب، يعني كان حد شغل دروس خصوصيه، اذكر اللي كان بياخد دروس خصوصيه مش هقول اسمه عشان ما احرجوش، يعني كان زميل لنا وكان بياخد دروس خصوصيه في السر، عرفنا بعد كده انه كان بياخد انجليزي، ان ابوه كان رجل عصامي وكان بدا يظهر في السوق ما كانش عارف ولا كلمه انجليزي، فكان بيدي لابنه دروس خصوصيه عشان يحضر هو الدرس مع ابنه عشان يتعلم هو. فكان لنا قصص جميله جدا مع مجموعه بنحب بعض، عمرنا ما كنا نغير من الاولاني، من الطالب الاول، وما كانش حد فينا بيسقط، كان كل دفعه كل المدرسه نجحت. علاقتي كانت من زمان اكتر من 52 سنه، يعني عمري كان طويل قوي، وده طبعا اول ما عرفتنا بالاستاذنا الكبير كان واحنا في الكليه، وكان في ماده من بيديها اللي هي الخاصه بالطب النفسي، ودي كانت ماده هامشيه في الوقت ده، وده علشان نقدر نقول ازاي الدكتور استاذنا الدكتور عمل طفره كبيره في مفهوم الطب النفسي للناس كلها، وعمل استراكشر خاص بالطب النفسي وتدريسه في مصر هنا. دي كانت بعد رجوعه من انجلترا، وكانت الماده دي يعني هامشيه الى حد ما وعدد درجاتها قليل، لكن فوجئنا بشخصية الدكتور عكاشة، خلى المحاضرة اللي ما كانش بيحضرها عدد قليل من الطلبة المدرج بالكامل يتملي، يمكن ما كانش المواد الأساسية أو بيحضرها ناس كتير قد المحاضرة بتاعته، وده من زي ما قلت لحضرتك الشخصية الطاغية، ازاي يجذب الناس في البتاع، عنده فن إلقاء المحاضرة من ناحية الشكل والمضمون، بحيث إن هو يعني يوصل، وخصوصا الطب النفسي كله مصطلحات وعلم النفس كله مصطلحات يمكن بالنسبة للعامة تبان غامضة وجديدة شوية، هو بسطها خالص لدرجة إنها توصل للناس بطريقة سلسة، فدي بتخلي فيه جذب جامد لي والحديث معه. الحقيقة أنا عرفت أحمد عكاشة من شقيقه الأكبر ثروت عكاشة. ثروت عكاشة كان من الضباط الأحرار، أسس وهو وزير ثقافة كل معاهد الفنون من سينما ومسرح وباليه ونقد فني، بل كمان أضاف لهم الثقافة الجماهيرية، ولما ترك السلطة نشر كتبا متميزة عن تاريخ الفن في الدنيا كلها، لكن من أشهر إنجازاته كانت مساندة شقيقه الأصغر أحمد عكاشة ليصل إلى ما وصل إليه، فهو لم يكن شقيقه فقط
وإنما كان أيضا بمثابة والده. الحقيقة أنا بعتبر نفسي محظوظ إن نشأت في أسرة تجمع بين الانضباط وبين التذوق الفن وبين تحمل المسؤولية. فوالدي كان اللواء في الجيش وكان آخر عمل له مدير عام سلاح الحدود وحاكم الصحراء الشرقية والغربية، ما كانش فيه محافظات أياميها والمناطق الخاضعة للرقابة المصرية في فلسطين، كان كل دي وظيفة واحدة. وتدرج كظابط، انت عارف ظابط انه يوصل لهذا الموقع. على فكرة هو كان اللي موجود قبل محمد نجيب ما يجي رئيس جمهورية، كان مدير عام سلاح الحدود. فلما واحد بينشأ في بيئة إلى حد كبير تتميز بالانضباط، تحمل المسؤولية، النظام، وتجاوز الذات، وروح التعاون، بتأثر جدا على تربية الطفل. كذلك الفرق بيني وبين شقيقي الأكبر الدكتور ثروت عكاشة حوالي 15 سنة، وهو أصلا كان ضابط وفنان وزي ما احنا عارفين في كل حاجة. وبعدين والدتي كانت من نوع المتذوقة للفن وقارئة غير معقولة. أنا فاكر كانت تبعت لي كل أسبوع المكتبة اللي جنبينا علشان أجيب لها، كان في نظام زمان تأجر الكتب، كانت بتقرا من كتابين لثلاثة في الأسبوع، وكانت لقى كتاب كويس تقول لي حاجة عنه بكل شيء. لما رجع من أمريكا من إنجلترا 1964 كان ده ابن لتجربة غاية في الاحترام والدقة والنظام. لما توجز إنتاج أحمد عكاشة تلاقيه ابن لفكرة الدقة والنظام. الدقة والنظام دي جم منين؟ جم من عوامل أساسية. العوامل الأساسية البيت. البيت، الأم عاشقة للموسيقى، الأب ضابط عظيم، الأخ ضابط عظيم الدكتور ثروت عكاشة، الأخت متجوزة قمة من قمم النضال الوطني من حزب الوفد أحمد أبو فتح. وبعدين نفاجأ في 54 بتحصل معركة ما بين الوفد اللي هو يعني رافع شعار مجرد استقلال مصر، وبين جمال عبد الناصر اللي مصمم انه مش يحرر مصر بس، لا، انه يحيط مصر بمجتمع عالمي مختلف. ده تبلور بشكل واضح في حكاية الحياد الإيجابي، وفي حكاية عدم الانحياز، وفي كيفية يعني محاولة تسليح الجيش المصري. طبعا لما تبقى عايش في بيت فيه ثروت عكاشة اللي هو ضابط عظيم من الضباط الحرار، تبقى أنت أكيد شفت جمال عبد الناصر، وأكيد شفت عبد الحكيم عامر، وأكيد شفت كل رجال الثورة اللي قاموا في 23 يوليو 52. مش بس كده، ده كمان من البيت ده فيه لهم قريب اسمه أحمد شوقي. أحمد شوقي ده هو اللي نبههم إن الملك فاروق هيسرع باعتقالهم، فأسرعوا هم بالقيام بحركة 23 يوليو. طبعا لما تبص لحياة دكتور ثروت عكاشة تلاقي لها روافد عظيمة. هو أحد العقول القادرة على الحياة ببساطة وفهم التجرد، إزاي تكون في مكان وتعرف حدوده، أبعاده المختلفة، الطول والعرض والارتفاع وأعماقه شكلها إيه، بالإضافة لكده مضيء إيه ومستقبله إيه. ثروت عكاشة كل ده، وهو يكاد يكون المربي الثاني لأحمد عكاشة بعد والوالد. لما جم القاهرة مين الجار؟ الجار عبد المنعم رياض. احنا كلنا عارفين مين هو عبد المنعم رياض في التاريخ العسكري المصري. هو منشئ ومؤسس يعني جيش المليون مقاتل اللي خاض حرب 73.
هو الراجل صاحب الرؤية المستقبلية طوال الوقت. ده كله ما كانش ممكن ينتج إلا حياة عريضة عميقة منظمة تملك قدرة على الإطلال للأمام. دكتور عكاشة والده ضابط، ومعروف أن الضابط ملتزم، فكان قطعا هذا البيت فيه التزام شديد جدا. أخوه كبير وكان بينه وبينه فترة طويلة في السن مش قريب منه، كان رغم أنه ضابط أيضا لكن كان فنان ومثقف. فأحمد عكاشة ورث أو اكتسب الفن والثقافة جدا. كان اخواته زي ما بقول لحضرتك، كان اخواته متزوجات من صحفيين لامعين وقتها، فكان ايضا بيسمع اخبار السياسة واخبار الملك واخبار السرايا واخبار يعني، فكان كل الكلام ده بيصب فيه وهو طفل وكبر معاه. احنا كلنا كنا باخر ما نقدر نعرفه ان سندوتش طعمية بكام، يعني كنا في يوم الخميس والجمعة بنروح ناكل سندوتش طعمية عند تاجر او واحد معين في مصر الجديدة كلنا نروح له. لكن هو كان ظروف بيته زي ده، زي ما نقول حاجة تانية قطعا، كان عنده قابلية شديدة جدا زي السفنجة، امتصت كل ده ودخل دي كلها تكونت فيه شخصيته يعني. وامتاز في حاجة تانية ايضا، وهو الطيبة الشديدة والتواضع. يعني الحقيقة مهما بلغ من درجات علمية ومهما بلغ من ألقاب عالمية، يعني أنا لو رحت له العيادة بتاعته أو المستشفى بتاعته ألاقي على الحيطة كم لا نهائي من الشهادات تعلق، يعني أروي الدين واحدة أو اتنين علقهم في مكتبي يعني. فهو إنسان اتربى كويس واتخلق او اتولد في بيئه جيده جدا، بس هو كان زي ما قلت لك كالسفنجه، سفنجه بتمتص. غيره كان ممكن في هذا الوضع تماما يطلع زي حجر لم يمتص اي شيء. اعتقد ان السمات اللي موجوده في الدكتور احمد عكاشة سببها البيت اللي هو كبر فيه. جدي كان لواء بالقوات المسلحه وكان قائد المنطقه الشماليه، وعمي الدكتور ثروت عكاشة كان احد الضباط الاحرار وكان بالقوات المسلحه، وكان في فرق 15 سنه ما بينه وبين والدي. فاعتقد ان التربيه والنشاه في بيت نقدر نسميه شبه عسكري كان فيه حط بعض السمات زي الانضباط واتقان العمل اللي هو يتميز بيها في الوقت الحالي. عشت في وقت ما كانش فيه تلفزيون، فكان الروح الأسرية موجودة، الناس كلهم اللي أدي في السن وزملائي كان كل الناس بتشتغل لغاية الساعة 3 وتتوقف. ما كانش الحياة محتاجة إن الواحد يشتغل الصبح والظهر وبالليل عشان يأكل عياله في هذا الوقت، ما كانش فيه غير الإذاعة. فكان واحد بيمتص روح الثقافة والفن والأدب والسياسة من القعدة. برضو والدتي كانت ولاد خالتها وقرايبها علي ماهر وأحمد ماهر والناس كتير جدا في السياسة كانوا موجودين عندي في البيت، ما كانوش بيقول لنا خش انت صغير مثلا، فكنا نقعد معاهم بناخد كل الحاجات دي. لا شك ان ده كون في الواحد تأثير غريب جدا. يعني الدكتور ثروت لما تزوج كان صغير جدا، كان عايش معنا في البيت، فكان مثلا الجماعة الإخوة اللي هم موجودين معاه كانوا في الثورة بتاعت 22 يناير عبد الناصر ودولت، كان ييجوا في الصالون بيجتمعوا في هذا البيت بتاع والدي، وثروت ما كانش أبدا يمانع أن أنا أخش أقعد معاهم في هذا الوقت. ثروت كان يستمع للموسيقى، وأيام زمان الاسطوانات السيمفونية كانت 10 اسطوانات أو 12 اسطوانة، فكان هو عاوز يقرأ ويكتب، فكان يأجرني إن أنا أقعد أستمع لمالر وفاجنر وبيتهوفن وأنا في السن 8 سنين 9 سنين، أقعد
ساعات، وهو ما كانش يبخل عليا، كان يقول لي دي بتعني كذا، دي تعني، يعني كان كل حاجة بسمعها فيه، وكان بيديني وقتها يعني مثلا نص قرش تعريفة او حاجة، كان اسمه تعريفة، ده مش موجود دلوقتي، كحافز ان انا اقدر اقعد هذه المدة في هذا الجو. الواحد نشأ، لا شك ان ده عمل تكوين لشخصية، بين ان الواحد يتحلى ببعض الصفات في شخصيته. يزيد عزاك لما كل ده اداني نوع من انواع ما اقدرش اقول الحكمة، يعني حب الناس، اداني حب الناس، حب الحيوان، حب النبات، حب الجمال، حب الموسيقى في طفولتي، فنشأت معايا دي، أثرت جاية جدا في حتى شخصيتي، بحيث ان انا مثلا صحبات اخواتي اللي كانوا اصغر مني الله يرحمهم، كانوا كلهم يجوا بمشاكلهم وانا طالب في الطب وانا عمال اذاكر، يخشوا عليا في المكتب ويحكوا لي حاجات، وقبل ما كنتش بفكر في الطب النفسي، ولكن لقيت نفسي بقدر اساعد الناس واسعدهم، وده كان احد الاسباب الرئيسيه نتكلم عليها بعدين ليه خدت الطب النفسي كفرع. عاده ما يتبارى الاطباء فور تخرجهم للتخصص في الجراحه او القلب او النساء والتوليد او غيرها من التخصصات اللي كانت تاتي بشهره اسرع وثروه اكبر. ولما قرر احمد عكاشة التخصص في الطب النفسي لم يكن ذلك التخصص له وجود، كان جزء مما يسمى بالامراض العصبيه، لا يقبل عليه الا اللي مش لاقي فرصه في تخصص اخر. لكن احمد عكاشة قرر ان يخوض رحله صعبه ليقنع كليات الطب في مصر ان التخصص في الامراض النفسيه انقاذ لحياه ملايين من البشر ربما لم يجدوا علاجا عند اطباء الامراض العضويه، بل ربما كانت الامراض العضويه تجسد اعراضا ظاهره للامراض النفسيه. قيمة أحمد عكاشة الحقيقة بتتجاوز براعة الطب النفسي إلى الباحث الأكاديمي إلى تأسيس مدرسة الطب النفسي الحديث في مصر، والتي نقل تأثيرها وأضاف إليها في العالم كله. هو دخل كلية الطب، هو نبغى في الطب العلم النفس أو الطب النفسي، خد دكتوراه من إنجلترا. أحمد كان شاطر واختار علم النفس او الصحه النفسيه في كليه الطب، ما كانش حد بيتكلم فيها وقتها، كانوا كلهم عايز يطلعوا امراض نساء بتكسب كثير، جراحين، امراض بطن الى اخره، لكن كان هذا العلم ما حدش بيقرب منه، ما اعرفش ليه، يعني انا مش طبيب، هل لانه كان علم صعب، هل لانه كان مش معروف، هل كان وقتها ما حدش مهتم بيه، انا ما اعرفش، لكن كون احمد عكاشة دخل في هذا التخصص وربما من تربيته اللي هي كانت ثقافية جدا أكثر من حاجات أخرى. أنا دخلت الهندسة وغيرنا دخل كليات أخرى، حسين سالم دخل التجارة، فكل واحد دخل حاجة، لكن لم تنقطع علاقتنا ببعض. قراءاتي وحتى وانا في كلية الطب كانت متعددة، فكنت اقرا في الثقافة، اقرا في الفن، اقرا في المسرح، اقرا في القصص، اقرا في الادب، اهتم جدا بحاجات تانية غير طبية وانا في طالب في الطب، مع ان انا كنت من الاوائل. وبعدين انا طلعت من الاوائل في كلية الطب، وكان ايام زمان كان اللي يخش الطب النفسي ده هو اللي هو يعني ما كانش فيه اقسام في الجامعه، فكان بيشتغل في وزاره الصحه، يعني مستشفى العباسيه او مستشفى الخنكة، فكانوا بياخدوا اللي بيتخصص في الطب النفسي اللي هم في الاواخر خالص، يعني اللي جايب مقبول ومش كويس يتاخد هنا، واللي بعديه البرص اللي هو الجزام، فكان يعني مش محترم الفرع ده قوي. ولكن اللي حصل ان انا ما اشتغلت جراحه، لقيت استاذ جراحه وكان يقدرني ويحبني يعني جدا. احمد وضب لنا النهارده غده درقيه ومراره واثنين فتاء هرنيا وبواسير او حاجه عشان نعلم النواب، ما انا كنت امتياز
يعني كان المفروض يقول للنايب، فاقول له اسمهم ايه؟ يقول لي اسمي ايه؟ اقول له اسم المريض ايه اللي حضرتك عاوز تعمله؟ قال لا لا عمليه. فبقيت لقيت إن انا الجراح بيختزل الانسان العضو، يعني يبقى مثلا علي مصر معور، محمد بواسير، رامي غدة درقية. طب فين ده الراجل ده؟ متجوز، مخلف، بيحب، بيكره، عنده عيال، مفلس، كل الحاجات دي. خايف. تاني يوم قعدت شهرين جراحة في حال يعني ببتسم، ايه ده؟ انا بشتغل ميكانيكي مش طبيب. وبعدين رحت اشتغلت رمض، نفس الحكاية، عاوزين 2 جلوكوما اللي هي المية الزرقاء، وثلاث عمليات كاتركت اللي هي المية البيضة. طب اسمه ايه يا فندم؟ يعني هو عين؟ يضحك الدكتور الجراح يقول ايه اللي اديته له ده؟ يعني انت حضرتك شايفه عين؟ قال لي عين. طب دي بقى عصبتني برعب، انا مش عاوز اشتغل لعضو، عاوز اشتغل لانسان. وما كانش في فرع بيبحث هذا غير الطب النفسي. دلوقتي 2016 العالم كله متغير، بيقول لك ميديسين فور ذا بيرسون، سايكاتري فور ذا بيرسون، الطب للانسان، الطب النفسي للانسان مش للعضو. لكن العالم كله ماشي انك انت عيانه بالقلب، الدكتور بيشوفك انك انت قلب ليس له اي علاقه باي حاجه في حياتك. جهاز هضمي، انت جهاز هضمي. كبد، انت بتاع كبد. روماتيزم، انت ركبه. يعني اختزلك كلك انك انت ركبه او مفصل او كسر او عظم. قلت لا. فالعميد الكليه كان يقرب برضه لوالدتي، كلمها قال لها احمد عاوز يتخصص فرع مجانين. طبعا كلمه الطب النفسي ما كانتش موجوده، كان بيسموها امراض عقليه ونفسيه. وهو طلع من الاوائل، هو طلع من الخمسه الاوائل، يعني ده ياخد جراحه، ياخد امراض نساء، ياخد رمض، ياخد اي حاجه هو عاوزها، والفرع مش موجود عندنا. اعتقد من اهم الانجازات اللي عملها الدكتور احمد عكاشه ان لما رجع هو بعد دراسته من انجلترا ما كانش في حاجه اسمها طب نفسي، كان اسمها امراض نفسيه، امراض عقليه وعصبيه. والامراض العقليه كان عباره عن المرضى اللي بيخشوا مستشفى فقط لا غير. هو ادخل مفهوم مبدا الطب النفسي مش الامراض العقليه، وفرع معين من الطب النفسي اللي هو الطب النفسي البيولوجي. سنه 65 تم انشاء وحده الطب النفسي في كليه الطب جامعه عين شمس، وابتدت الوحده دي تتقدم لغايه ما في سنه 90 تم افتتاح مركز الطب النفسي بمستشفيات جامعه عين شمس. واعتقد ان دول مناره للطب النفسي في مصر وفي الوطن العربي، وفي نفس الوقت كمان كان فرصه ان كل جميع الاطباء والاساتذه الزملاء اللي موجودين في وحده الطب النفسي ان هم يقدروا يوصلوا ان هم ينشروا بره ويعملوا حاجات علميه، كان اساسها هو انشاء وحده الطب النفسي بجامعه عين شمس. كان طول عمره بيحب لما يصاحب واحد يدرسه نفسيا، وكان درسنا كلنا نفسيا، عارف احنا بنحب ايه وما بنحبش ايه وبتاع. أنا استغربت جدا لما هو بعد لما جه يتخصص فيه، كان لسه ده علم جديد خالص، ما كانش حد قبليه في الفرع ده خالص، وما جاتليش فرصة إن أنا أسأله أيامها لأن هو سافر إنجلترا أيامها. لكن أنا فاكر كويس لما أنا كنت عسكري في الجيش أيام التجنيد، جالي مصطفى معور وقلت له، كلمته في التليفون قلت له احمد انا عايز اعمل عمليه. فكان ايام ثوره العراق، فخدوني مستشفى الدمرداش، وطبعا العمليه باظت يومها لان كلهم دخلوا اوضه العمليات. فلما خرجت كنت عسكري في الجيش وقتها، فحجزوني بقى قعديها شهر في مستشفى الجيش، واعتبرت يعني ان انا غلطت في الحته دي. لكن هما زمايلي، ويعني الحمد لله انشا فرع جديد في مصر من الطب ما كانش موجود. يعني اللي موجود كان عباره عن دكتور ينايمك على كنبه ويقول لك مش عارف ايه. لا،
أحمد بايونير، يعني فعلا في مهنته هو أنشأ مهنة جديدة في مصر، وله مدرسة ودكاترة، وأنا يعني بالصدفة بقابل بعضهم من تلامذته، يعني وعندهم ولاء غريب لأحمد عكاشة. صورة الطب النفسي يرجع الفضل في تصحيح المفاهيم عنها إلى دكتور عكاشة، أقدر أقول كده بقلب جامد. يعني ما قبل الدكتور عكاشة كان فكرة الناس عن الطبيب النفسي للأسف هي نبعة من فكرة التحليل النفسي، هي المفاهيم القديمة إن الطبيب النفسي ده بيقعد قدامه شازلونج وبيقعد المريض عليه ويقعد يتكلم معاه ويحلل والكلام ده، هي صورة طبعا قديمة. لكن مفهوم الطب النفسي على إنه فرع من فروع الطب، وإن بيبقى فيه تغيير في البيولوجي والكيمياء، وإنه ده مرض زيه زي أي مرض ويجب التعامل معاه زيه زي أي مرض، وإن وجود أقسام الطب النفسي هو في المستشفيات ما هياش عيادات، وإن لغة الطب النفسي ما هياش لغة صعبة ولكن ممكن تبقى لغة بسيطة. كل الحاجات دي كلها المفاهيم دي يرجع الفضل إلى تصحيحها وإنها تبقى موجودة بصورة سليمة إلى الأستاذ الدكتور عكاشة. لما قرر دكتور أحمد عكاشة يدرس الطب النفسي كان عارف كويس قوي انه بياخد رحلة صعبة جدا بالنسبة للواقع المحلي. الواقع المحلي بيبص للمريض النفسي على انه ممسوس، يعني كأنه يعني اي مضطرب بينفصل عن الواقع على طول بيتحط في صندوق، يعني في قميص كيس قمامة ابيض يربطه اربعة ياخدوه يرموه في مزبلة بشرية اسمها مستشفى العباسية أو مستشفى الخنكة أو مصحة المعمورة، يعني أي مكان بعيد معزول. فاكرين افلام الابيض واسود كانت بتصور المرضى النفسيين ازاي؟ كانت بتصورهم مجانين، عقولهم معلقه بشعره، ساعه تروح وساعه تيجي، وكانت تلك الصوره الدراميه الخاطئه تعكس تصور المجتمع المصري للمريض النفسي دون ان تفرق بينه وبين المريض العقلي. في افلام السينما ايضا كنا بنصور الطبيب النفسي عنده شيزلونج بينام عليه المريض عشان يحكي قصه حياته، ربما يكتشف الطبيب العقدة في مرحلة الطفولة. هذه الصورة تغيرت تماما بفضل أحمد عكاشة الذي رد الظلم عن كل المرضى النفسيين وأعاد اعتبارهم ومسح عنهم عار الجنون. كان أحد واجباتي أن أنا أغير مفهوم الشعب عن طريق الإعلام وعن طريق كل حاجة ممكنة على وصمة المريض النفسي، وأن هو يعني إنسان يستحق كل خير لأن هو أكثر مروءة وأكثر إنسانية من النادر حيوانات بيعتعي نفسيا. فأنا بعتبر أن اللي بيعي نفسي ده إنسانيته أعلى شوية من اللي ما بيعياش، يعني المريض النفسي تبني. وبعدين تشوفي كل الزعماء والشعراء والفنانين والموسيقيين، وشوفي ان هم كلهم انتجوا وابدعوا اثناء مرضهم النفسي كلهم، لدرجه ان واحد صديق ليا كان اسمه جون ناش اللي هو عمل الفيلم بتاع The Beautiful Mind كان اخذ نوبل
وعنده مرض الفصام. والرجل ده كان عمل شابتر، أنا عملت كتاب بالإنجليزي على الستيجما اوف منتال إلنس، يعني وصمة المرض النفسي، خليته يكتب شابتر. طلع لي إن 40% من اللي خدوا نوبل جالهم يا إما اكتئاب يا إما باي بولر يا إما ثنائي القطب يا إما فصام. 40%. أنا بوريك الإبداع إزاي له علاقة بالمرض النفسي، مش إن هو مجنون أو مش أي حاجة. I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you. الإعلام في الفترة السابقة ظلم المريض النفسي والطبيب النفسي، لأن كان دائما بيطلع الطبيب النفسي والمريض النفسي إن حاجة نضحك عليها. أعتقد أحد الحاجات اللي حاول الدكتور أحمد عكاشة يعملها أنه يحسن صورة المريض النفسي والطبيب النفسي في الإعلام من أول ما ابتدى يظهر من الستينات. وأعتقد أن احنا في الفترة الأخيرة شفنا بعض الأفلام وبعض المسلسلات اللي ممكن بتظهر المرض النفسي والطبيب النفسي عكس ما كان بيظهر قبل كده. احنا بنتريق على المريض النفسي، بس هل ممكن نطلع مريض عنده مرض السرطان وبياخد علاج كيماوي وشعره بيقع ونضحك عليه؟ هل واحدة بتولد وابنها أو بنتها يحصل لهم بعض المشاكل نضحك عليهم؟ شي معنى المريض النفسي بنضحك عليه. فهنا لازم المبدأ ده يتغير، وإن المريض النفسي زي أي مريض تاني لازم يبقى ليه احترامه، يتريق على طبيب النفسي زي ما هم عايزين، لأن الطبيب النفسي ممكن ياخد حقه، إنما المريض النفسي مش عارف ياخد حقه. فأحد الحاجات اللي أعتقد الدكتور عكاشة نجح فيها إنه يغير صورة الطبيب النفسي وصورة المريض النفسي في الإعلام، وبرضه حتى بعض الأفلام زي ما قلت لحضرتك والمسلسلات ابتدت تغير الشكل اللي احنا بنشوف بيه المريض النفسي. هو طبعا صورة الطب النفسي، يمكن كان في بحث منشور من حوالي 10 سنين عن ايه الصورة اللي الإعلام بيرسمها للطب النفسي، والحقيقة كانت الأمر محصور بناء على طبعا الأفلام والحاجات القديمة إلى 3 حاجات. الصورة الأولانية ودي الأكثر شيوعا هي الصورة الكوميدية، اللي هي الطبيب النفسي اللي بيبان أكثر حماقة من المريض، واللي بتبقى صورة كاريكاتورية الناس بتتريق عليها، يعني إن هو بيبقى الطبيب نفسه هو محتاج مساعدة أكتر من المريض، ودي صورة طبعا في أفلام كوميدية وكانت صورة غالبة كتير. الصورة التانية هي صورة الطبيب النفسي الشرير، يعني الطبيب النفسي اللي بيستغل مرضاه واللي هو بيحاول إن هو يحقق رغبات عنده هو من خلالهم، وإن هو بيهيمن عليهم، ويمكن دي ظهرت في بعض أفلام أجنبية وفي أفلام مصرية. والصورة الثالثة هي صورة عكسية، اللي هي الطبيب النفسي المثالي زيادة عن اللزوم، اللي هو اللي بيبقى وقته كله للمريض، ممكن يروح معاه البيت ويخرج معاه، طبعا ودي صورة مش حقيقية. دي 3 صور الإعلام كان بيبرزها، وكلهم بيفتقروا إلى الصورة الواقعية اللي هي الطبيب النفسي طبيب زي أي طبيب دارس طب ودارس علوم إنسانية، فبالتالي بيتمتع غير الطبيب العادي هو عنده حتة البعد الإنساني والحكمة وفهم الناس والقدرة على التواصل. الحقيقة دكتور عكاشة نجح تماما في رسم هذه الصورة، يعني الصورة اللي رسمها دكتور عكاشة عن الطبيب النفسي إنه طبيب عنده علم وفي نفس الوقت عنده حكمة، عنده بعد نظر، بيقدر يتواصل مع الآخرين، بيقدر يدي آراء
في جميع مجالات الحياة. فنقدر نقول الدكتور عكاشة قرب الصورة إلى أقرب ما يكون إلى الواقعية، لكن الإعلام الحقيقة وطبعا الصورة تحسنت كتير في الفترة الأخيرة، وإن كان ما زال برضو الإعلام بيبرز أحد الثلاث صور اللي هم غير حقيقيين عن الطبيب النفسي. طبعا في بعض المسرحيات وبعض الأفلام كان هو يعني بيحاول أنه هو يعني يخليها ما تتعرضش، لأنها كانت بتدي صورة سلبية على المريض النفسي خصوصا يعني، وده اللي يهمنا يعني، ما يهمناش الطبيب النفسي قد ما يهمنا سوء المريض النفسي وخوف الناس ان هي ما تروحش. يعني انا افتكر في فيلم كان اللي هو وطار فوق عشه المجانين، اظن فيلم وحاصل على 5 جوائز اوسكار وبتاع، انا ما كنت في انجلترا، كانوا الاطباء هناك بيقولوا بعد الفيلم ده ما كان من الصعب ندخل ناس يعني مستشفى امراض نفسيه، كان عندهم خوف من دخول المستشفى لما شاهدوه في الفيلم. تمام، فطبعا كان في بعض الحاجات المسرحيات يعني ما فيش داعي كده، برضه هو يعني كان ليه ان هو على الاقل يمنع عرضها، لانها ليها يعني بتدي صوره سلبيه وغير حقيقيه للمريض النفسي والعلاج النفسي. كان عندي احساس شديد جدا ان المريض النفسي مظلوم ومفهوم خطا في هذه البلد، ولذلك كان من اهم ما يمكن ان ازيل وصمه المريض النفسي. وصمه المريض النفسي ازاي؟ ان انا اخليه يتعامل زي مريض القلب ومريض الصدر ومريض اي حاجه، لانه ملوش ذنب، لان كل الطب النفسي او الامراض النفسيه ما هي الا تغيرات كيميائيه فسيولوجيه كهربائيه في الدماغ في المخ، هي بتيجي بتاثير البيئه، بتيجي بتاثير البيئه. فبالتالي كان ده هم ليا كبير جدا. وانا فاكر ان اول طبيب نفسي يطلع في الشرق الاوسط في التلفزيون كنت انا، كانت حوالي سنه 65 او 66، بصيت لقيت الاستاذ انيس منصور في العياده عندي، ودخل لي قلت له اهلا وسهلا يا فندم، قال لي انا عايزك تطلع في برنامج نجمك المفضل. قلت له انا اطلع نجمك المفضل؟ انا عمري ما طلعت في التلفزيون. قال لي انت؟ قلت له طيب يعني ده طلع فيه طه حسين والعقاد ومعاهم السيده ليلى رستم، ويقال انها كانت عنيفه جدا معاهم، طب انا هقدر عليها ازاي؟ انا عمري ما طلعت في التلفزيون. قال لي بتتكلم عربي كويس؟ لان الدكاتره بيطلعوا بيتكلموا انجليزي. قلت له بتكلم عربي كويس يعني بتاع. وكان هذا اول ظهور لطبيب نفسي، نحت الكلمه بتاعت الطب النفسي، وبقيت في كل بلد عربيه والاقسام والحاجات دهيت على اساس اقلل الوصمه، لان هي الفرق بين النفسي والعقلي بسيط جدا. يعني بيقولوها مثلا ان المريض النفسي بيبقى عنده أعراض وأحلام يقظة، إن هو مثلا يعني هبني قصور، بيبني قصور في الهواء المريض النفسي. المريض العقلي بيعيش في قصور في الهواء. الفرق بسيط جدا، لكن واحد بيبني بمخه والتاني عايش بقى أصله. فده الفرق. فأصبحت كلها دلوقتي اسمها الطب النفسي، وبنقش نستعمل العقل كتير جدا. للأسف الشديد الإعلام في مصر ما كانش بيساعد قوي، ولكن انا اعرف ان فيلم سايكو بتاع هيتشكوك ده لما اتعمل الميزانيه بتاعت الامراض النفسيه والعقليه زادت 500% في خلال 6 اشهر. الكونجرس زود لهم الفيلم لما لقوا ان المريض ده راجل عادي جدا. يعني عاوز اقول لحضرتك ان المريض النفسي 99.5% اذا شفتيه لا يعني طبيعي جدا. اللي بيتعالج في المستشفى 0.5%، واللي بيتعالج في المستشفى 0.5% مش زي ما ظاهر في المسلسلات،
ومش زي ما ظهر في اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. مفيش عيانين بالشكل ده خالص. ده بيعملوه عشان يضحكوا الناس على هذه المرضى. لا تستطيع انك انت تراقي المريض النفسي عن اي حاجه. المريض النفسي بيخش المستشفى ليه؟ لانه ما عندوش بصيره انه عيان ورفض العلاج. ولذلك مفيش مرض في العالم تقدري انك انت تدخليه غصب عنه غير المريض النفسي. واحد عنده سرطان، عنده القلب، مش عاوز يتعالج، ما تقدريش تمشي. وفي كل بلاد العالم في قانون وماده، إذا كان يرفض العلاج خطر على نفسه، خطر على المجتمع، وتركه ممكن يدي تدهور الحالة. في هذه الحالة ومع حفظ حقوق الإنسان دخله غصب عنه واطلب 2 أطباء أحرار خالص يجي يشوفوا هل يستحق ولا لا حفظا لحقوق الإنسان. هنا بقى النقطة إنك أنت بتوري الناس في الإعلام، يعني مثلا مسلسلات في رمضان السنة دي 5 مسلسلات كلموا عن الطب النفسي وسألين أطباء في الطب النفسي، ولكن برضو ما صوروش العيانين اللي في المستشفى إن هم طبعا يعني ما فيش حاجة بالشكل ده. 60-70% من المرض النفسي بيجي بأعراض عضوية، صداع، دوخة، زن، أوجاع، تنميل، أوجاع في الجهاز الهضمي، ألم في القلب، عصوبة في التنفس، كل ده هيت بيروح الباطني. فلازم الطالب اللي بيتخرج يبقى عارف. لذلك انت عندك انت شهادات البكالوريوس بره في الطب 30% منها اسئله على الطب النفسي. يعني الاكتئاب مثلا 70% من مرضى الاكتئاب يجي بقى ايه؟ الام غير معقوله في الدماغ، ويعمل كل الابحاث، الام غير موجوده في الصدر، في القلب، في كذا في كذا في كذا، بيجي بالام 70%. مش هيجي الطبيب النفسي بس، الطبيب القلب او طبيب الصدر او طبيب الهضمي او طبيب باطني يقدر يلقطها. لما كان احمد عكاشة طالب في البعثه بيدرس الدكتوراه، فوجئ بتقرير امن بيترفع لجمال عبد الناصر بيتهمه بانه تقاضى اموالا من جهات اجنبيه اشترى بها سياره. التقرير ده كاد انه يعيده الى مصر قبل ان يستكمل دراسته، لكن شيء ما أنقذه، شيء ما أنقذه وأنقذ الطب النفسي في مصر من تلك الوشاية الرسمية. حياة تفاصيل مثيرة جدا، خلينا نستناها.